ما هي إلا أيام قلائل وبضع سويعات، ويقدم علينا ضيف عزيز، يأتي علينا ضيف كريم يحمل الكثير من النفحات والرحمات من قبل رب الأرض والسماوات. إنه شهر التنافس في الخيرات والمسابقة في الطاعات، إنه ميدان المتسابقين الصالحين، وشهر أولياء الله المتقين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقبل أن يهجم علينا هذا الشهر في معترك أشغالنا وكثرة أعمالنا، أوجه نفسي وأوجه كل مسلم ومسلمة أن يزوروا أماكن عل تلك الأماكن تعرفنا بأنفسنا وتعلمنا بحقيقتنا مع الله. أدعو نفسي وأدعو جميع المسلمين أن يزوروا وأن يتفقدوا 4 مواضع. هذه الأماكن وهذه المواضع تخبرنا عن مكانتنا ومنزلتنا وقدرنا عند الله. زوروا هذه الأماكن بأنفسكم راجلين أو على أقل تقدير، إن حال حائل أو حاجز أو ظرف فلم تستطيعوا أن تزوروها فزوروها على أقل تقدير بأرواحكم وفكركم بأذهانكم، ولو كنتم في بيوتكم زوروها حتى نعلم قدرنا مع الله عز وجل. أول مكان نتفقده، نتفقد الأحباب والأصحاب، الخلان والإخوان والجيران، أولئك الذين شاركونا في العام المنصرم في شهر رمضان. أين ذهبوا؟ أين رحلوا؟ من النصف الثاني من شعبان، إذ هي أيام تصفية لكثير من الناس، فكم من إنسان حبيب أو قريب حملناه على الأكتاف ليودع شهر شعبان قبل أن يأتي رمضان. ولكن قد تأتي التصفية علي أو عليك في هذه الأيام أو الساعات قبل أن يأتي رمضان، فيا ترى ماذا أعددت لرمضان؟ الكثير من الذين رحلوا، رحلوا وقد كتب لهم أجر الصيام والقيام، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: نية المؤمن خير من عمله. وهكذا رحلوا من الدنيا، كانوا يشاركوننا في الصيام والقيام، إلا أننا ودعناهم قبل أن يأتي هذا الشهر الفضيل.